أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنافذ البرية أمام شاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا ننقل لكم الصورة من مدينتي العريش ورفح وملف المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن قوات الاحتلال يوم الجمعة والسبت تمنع دخول المساعدات الإغاثية على الإطلاق من أمام معبر كرم أبو سالم، لكن اصطفاف الشاحنات الخاص بالمواد الإغاثية هنا في مدينة رفح ومدينة العريش ما زال مستمرا. تتحرك هذه الشاحنات وتدخل إلى معبر كرم أبو سالم، لكن قوات الاحتلال تمنع وتعرقل دخول هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، وهو جزء من النهج الذي تنتهجه قوات الاحتلال في ظل الإبادة الجماعية التي تنتهجها وأيضا استمرار القصف المستمر. ظل هذه الإبادة تأتي إما بالقصف المستمر واستهداف المدنيين في قطاع غزة أو حتى منع دخول المساعدات الإغاثية منها الغذائية والطبية والمستلزمات اللوجستية، وأيا كان أنواع هذه المساعدات تمنعها من الدخول وتعرقلها. حتى بالأمس بالأمس منع الدخول المساعدات على الإطلاق، أول أمس منع الدخول الدقيق، لذلك هي تتحجج بعدد من الحجج لمنع دخول هذه المساعدات الإغاثية. بالطبع تطورات على أرض الواقع في قطاع غزة بإعلان قوات الاحتلال في اشتباكات حدثت في رفح الفلسطينية بمقتل يحيى السنوار، وأعلنت اليوم أيضا حركة حماس استشهاد يحيى السنوار. ربما هذه من حسب حكومة قوات الاحتلال أنها ربما تتحدث عن اليوم التالي للحرب، لكن هذا لا يمنع استمرار المجهودات المصرية لإدخال هذه المساعدات الإغاثية سواء من العريش أو رفح. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم مرة أخرى.